ونبدأ نشرتنا الرياضية مع الأخبار المحلية، حيث أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي فيريرا قائمة الفريق اللي هتخوض مباراة أسوان بكرة في الجولة 11 من مسابقة الدوري المصري الممتاز. وشهدت القائمة غياب مصطفى الزناري وضم محمد عبد الشافي بعد غياب طويل بسبب الإصابة. أحمد عبد القادر جناح الأهلي أصبح جاهز لتدعيم صفوف فريقه في مباراته ضد بيراميدز ضمن منافسات الجولة 11 من مسابقة الدوري المصري الممتاز واللي هتجمعهم على استاد القاهرة بعد تعافيه من الإصابة. واشتكى عبد القادر من الإصابة في الكاحل اللي تسببت في استبعاده من قائمة مباراة سيراميكا الأخيرة قبل ما يتعافى اللاعب ويبقى جاهز للمشاركة في مباريات فريقه بالدوري. من الأخبار المحلية للأخبار العالمية، ونبدأ بالدوري الإنجليزي والبداية مع فريق أرسنال اللي حقق فوز كبير على برايتون بنتيجة 4-2، وده كان في المباراة اللي جمعت الفرقتين ضمن منافسات الجولة 18 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. بالنتيجة دي حافظ أرسنال على صدارة الدوري برصيد 43 نقطة، وبرايتون في المركز الثامن برصيد 24 نقطة. فريق إيفرتون نجح أنه يحقق التعادل مع فريق مانشستر سيتي بنتيجة 1-1 في اللقاء اللي جمع الفريقين على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة 18 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز. بالنتيجة دي بيحافظ مانشستر سيتي على المركز الثاني برصيد 36 نقطة، وإيفرتون في المركز 16 برصيد 15 نقطة. وفريق ولفرهامبتون خسر من فريق مانشستر يونايتد بهدف نظيف في المباراة اللي جمعتهم امبارح ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز. بالنتيجة دي أصبح مانشستر يونايتد في المركز الرابع بترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 32 نقطة، ولفرهامبتون في المركز 18 برصيد 13 نقطة. ونروح للدوري الإسباني، وفريق برشلونة الإسباني اللي تعادل مع إسبانيول بنتيجة 1-1 في المواجهة اللي أقيمت على ملعب كامب نو في ديربي إقليم كاتالونيا ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة الدوري الأسباني. وسجل ماركوس هدف التقدم لصالح برشلونة ضد إسبانيول في الدقيقة 7 من بداية المباراة، ثم تعادل خوسيليو لفريق إسبانيول في الدقيقة 73 من اللقاء عن طريق ضربة جزاء. أعلن نادي جريميو البرازيلي تعاقده مع النجم الأوروغواني المخضرم لويس سواريز بعقد لمدة سنتين ليستمر مع الفريق لحد آخر سنة 2024 في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع نادي السابق ناسيونال. وقال حساب النادي البرازيلي يصل النجم الأوروغواني لمواصلة مسيرته المنتصرة ويرتدي قميصنا الآن. الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين رحب بقدوم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لنادي النصر السعودي ليبدأ مسيرة رياضية جديدة في دوري مختلف، ونشر حساب الدوري السعودي تغريدة على تويتر جه فيها مانشستر مدريد رينيو الرياض أهلا بك في دورينا. النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أصبح الرياضي الأعلى راتب في التاريخ والأكثر دخلا في عام واحد، وده بعد ما وقع عقد انضمامه للنصر السعودي، وده اللي منحه التفوق على منافسه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان. مشاهدينا، خلصت نشرتنا الرياضية، ونرجع نكمل باقي فقراتنا في صباح الخير يا مصر.